السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودينغ. اليوم بإذن الله بغينا نزيدو نكملو في لا سيكوريزي ديال لي زامبوت. ديجا قرينا ال HTML سبيسيال كاردز، هاد الفانكشن خاصة بلي طاق ديال ال HTML و جافا سكريبت ولا أي لونجاج كاينة. لي طاق ديال لي لونجاج ما كتقراوش، كيرجعو لك كيف ما هما. ولكن هنا عندنا مثلا واحد المشكل، إلا جينا وكتبنا مثلا ماجيسكيل بحال هكا ودرنا فاليدي، كيف كتشوف هنا دازت لينا ماجيسكيل. هذا حتى هذا مشكل خاصنا نتخلصوا منه. باش نحيدوا هذا الشيء عندنا واحد الفانكشن خاصه بهاد القضيه سميتها ستارت او لوور. ها هي نكتبها لكم هنا، ستارت او لوور هي هذه. هاد الفانكشن كتحول من الماجيسكيل لمينيسكيل، هذا هو الدور ديالها. اذا غادي نجو مثلا نديروها في النايم ولا في الميساج ولا في الباسورد، ولكن هنا عندنا مشكل. ديجا حنا حاطين هاد الفانكشن ديال لي طاغ. اذا حنا اما غنتخلصوا من الطاغ ديال HTML عن طريق هاد الفانكشن، ولا غنديروا هاد ستارت اول لوور ونتهناو من الماجيسكيل، ولا بغينا نديروهم بجوج. شنو هو الحل؟ الحل هو نجمعوهم بجوج، نديرو جوج في واحد. بمعنى نهز بحال هكا، نهز بحال هكا كوبي ونحطها هنايا قبل من HTML سبيسيال كارز، ونفتح القوس ما تنساش ونعاود نسدو هنايا. نفس الطريقه دير في الباسورد بحال هكا، وتفتح بحال هكا الاقواس بحال الباسورد. ويفضل بلا ما ديرها، لانه كاين اللي كيبغي يدير بحال هكاك في الباسورد باش ما يتعرفش ليه دغيا. الان فاش دخلت اي حاجه في ليزامبوت، مثلا دخلتي في الامبوت ديال النايم، غدوز في HTML سبيسيال كارز، غتفغي فيها مزيان وغادي يحيد الطاق ديالها ما يتقراوش، وغتردهم لك كيف ما هما. عاد هادشي هنا الا كانت ماجيسكيل ترد لك مينيسكيل. نفس الشيء بالنسبه للميساج، الا دخلت شي حاجه غادي تدخل في HTML سبيسيال كارز تتحيد هاد لي طاق تردهم لك كيف ما هما، عاد تمشي هنا وتعاودها لك من الماجيسكيل المينيسكيل. غادي نشوف هنا نجربو، غادي نجمعوهم بجوج، غنديرو طاق سميتو بي يعني بولد، نختارو الطاق الساهل باش دغيا نكتبوه، وغنمشي هنا نكتبو أي حاجة. هيا كتبنا ماجيسكيل، غنشوفو دابا فوالا ردت لك الطاق كيف ما هو، وهاد كي ردت لك ماجيسكيل. دابا هاد بي باش رجعت؟ رجعت بي الفانكشن HTML سبيسيال كارز، وهاد كي باش ورجعت مينيسكيل بالفانكشن ستارت اول لوور. نتمنى من الله تكونوا استفدتوا. مازال باقيين عندنا شي فانكشن اخرين، نتمنى تكملوا معنا، وما تنساوش ديروا ليا جيم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.